غفران اهلا وسهلا بيكي معانا النهارده في الكهرباء 20. حققت نجاحات كتير جدا على الفتره اللي في على مدار الفتره اللي فاتت واخرهم كان سوق الكانتو. وقولي لي بقى ليه كانت فل عايز تاخد الوان من عيشه؟ احنا نوجه السؤال ده للاستاذ هاني سرحان المؤلف ونقول له ليه عملت كده. عشان انا ماليش دعوه، بس في الاخر خلاص هي دي بقت مع عبد الغني واتجوزته، يعني بتنتهي منه دلوقتي. لا دي جميلة، نشوف كده يحصل تغيير في الآخر. يعني خلينا نستنى لحد بكرة ونشوف. حاسة إن الدور ده بره شوية من أو جزء من موهبتك كمان، إنه في غنيتي وأديتي التمثيل أو موهبتك التمثيل، يعني بدأتي تاخدي جزء من فرصتك؟ بالظبط، أنا اللي حمسني أكتر حاجة للدور ده، بعيداً طبعاً إن التيم أستاذ هاني سرحان وأستاذ حسين منباوي أنا اشتغلت معاهم في الفتوة دور سكر، فانا كنت متحمسه جدا من بعد الفتوه ان انا اشتغل معاهم تاني، وخصوصا ان 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 يعني استاذ حسين بيلعب في الفتره بتاعت الزمن دي حلو قوي 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 قوي، وكتابات استاذ هاني مرعبه. فاول ما كلموني انا ان طبعا ده غير ان انا اكتشفت ان انا بغني، فدي حاجه طبعا فرصه مش هسيبها. يعني اكتشفت انك بتغني؟ لا اكتشفت لما جم عرضوا عليا الدور في الاول كلموني على التمثيل، لحد ما يعني اتكلمنا مع بعض وتناقشنا في التفاصيل، قالوا لي المفاجاه بقى انها مطربه، فدي بالنسبه لي كانت حاجه حلوه قوي، خصوصا بعد اغنيه انا غلطان لما عملت ضجه كبيره على السوشيال ميديا. حسيت ان اللي ناقصني بس في الفتره دي ان انا اكون عامله عمل درامي في مطربه عشان الجمهور يبتدي يعرف ان انا فعلا مطربه. طيب بعد ما حققتي النجاح والانتشار الكبير قوي لما عملتي الكفر بتاع اغنيه انا غلطان للاستاذ بهاء سلطان، الناس اصلا ما كانتش مصدقه ان دي اغنيه استاذ بهاء سلطان. ده بهاء سلطان، انا هقولها تاني، ده بهاء سلطان يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ لا لا بهاء سلطان انا من الناس اللي انا بسمعهم من وانا صغيره جدا، بصوت مش هيجي زيه تاني. وعجبني جدا ان هو يعني لما رجع بالقوه ديت، والاغنيه فعلا حقيقي مرعبه، يعني انا قعدت اسبوعين طول النهار 24 ساعه بسمعها، فهي لمستني قوي، اغنيه حلوه قوي حقيقي. عملت لها اعاده توزيع وعملت لها شكل ولون مختلف. مش اعاده توزيع، انا غنيتها باحساسي بس، يعني غنيتها بطريقتي انا، مش ما يعني ما كانش قصدي ان انا اغير فيها، انا حسيت ان انا لو غنيتها بالطريقه دي هبقى حاسها اكتر. فالحمد لله الفيدباك كان حلو قوي، وبوجه رساله استاذ بهاء بقول له يلا عايزين نعمل اغنيه سوا. الله عايزين نديها معاكم بقى. طيب احنا النهارده في هارلي، فقولي لي كلمي عن مشاركتك النهارده وحضورك كمان العرض الخاص، هل مشاركه في الفيلم؟ لا مش مشاركه في الفيلم، بس استاذ محمد سمير المخرج عملنا مع بعض مسلسل دهب على شاهد، وحقيقي كان ترند رقم واحد في الوطن العربي كله، وهو مخرج مهم جدا جدا، يعني بتمنى له ان شاء الله ومتوقع جدا ان هو يكون من اهم مخرجين مصر باذن الله. هو عربي بس مسلسل فرق برضه معايا جدا جدا، واتبسطت بكرو العمل وتعرفت على نجمه جميله اسمها نور الغندور، وكرو عمل اكتر من رائع يعني، والمؤلفه هند عبد الله دي اختي مش صديقتي، فانا جايه النهارده ادعمهم وابارك لهم. ده غير ان محمد رمضان خلاص بقى فتح احلامي بعد جعفر العمدة. هبقى انا الخامسه بقى، فاهمه؟ هتكسري القواعد وتكسري الشرع وكل حاجه. هو شكله هيطلق دلال ياخدني مكانها بقى. ما هو استاذ نرجس. صدقي لا بس انا بالاربعه. هنطلع كده صورية بقى كمان وعايدة اللي كان بتقول اللي انها من الاربعة بالاربعة كانت وداد. لا بس انا في الحقيقة بالاربعة، فانا خش بقى، انا بهزر، انا بحبكم جدا، انا بهزر والله العظيم. طب بما ان اتكلمنا على الموضوع ده، فانت ممكن في حياتك تقبلي بحاجة بالتعدد ده؟ لا انا كغفران لا ما اقدرش اقبل بده خالص، ما اقدرش. غفران هتركز الفترة الجاية في الغنى؟ في الاثنين يعني الاثنين. اللي جاي ده اكيد كلنا بعد الاجازه، محدش فينا يعرف حاجه دلوقتي، انت عارفه بعد السيزون كلنا بناخد اجازه شويه. بس اللي هيتعرض ان شاء الله الصندوق، انا اخر حلقه ضيفه شرف فيه باذن الله بكره. بالظبط بالظبط. الغنى والله انا عملت تتر تتر مسلسل دهب، الاغنيه بتاعته انا اللي عملته، والفتره دي عندي عروض كويسه قوي من كذا شركه انتاج، بس بشوف الانسب يعني. بالظبط بشوف الانسب، عشان برضو انا عايزه اعرف اعمل الاثنين وانا مرتاحه، ما تبقاش حاجه واخداني من حاجه. كنت معانا النهارده في الكهرباء 20، واتمنى نشوفك كل مره في نجاح اكبر من التاني. يا حبيبتي انا مبسوطه ان انا كنت معاك، ميرسي.